أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن رفض الحكومة اليمنية التمديد لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. أعلنت الحكومة رفضها التمديد لفترة أخرى لفريق خبراء الأمم المتحدة الخاص بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، واتهمت الحكومة في بيان لها الفريق بالعمل على تسييس وتعقيد الوضع في البلاد، معبرة عن خيبة أملها من بعض الآليات الدولية في التعامل مع الأزمة اليمنية. وأشار البيان إلى أن مجموعة الخبراء انحاز وبشكل واضح للميليشيا الحوثية، وهو ما يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن، وعلى رأسها القرار 2216. بيان الحكومة دعا المجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب وحيثيات رفض الحكومة التمديد لفريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة، والمحور الثاني عن أثر ونتائج رفض التمديد على واقع التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. نبدأ النقاش بعد التقرير. عودة أخرى إلى مربع الخلاف بين الحكومة اليمنية والتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث أعلنت الحكومة رسميا رفضها التمديد لفريق الخبراء الأمميين المكلفين برصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. الرفض جاء بداية على لسان وزير حقوق الإنسان محمد عسكر خلال جلسة استماع ونقاش للتقرير في جنيف، الذي نفى أن تكون الحكومة قد تلقت مسودة للتقرير الأممي. عسكر اتهم في كلمته التقرير واللجنة بعدم الحياد وتجاوز معايير المهنية والانحياز لميليشيا الحوثي وغض الطرف عن انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. موقف الحكومة اليمنية ينسجم مع موقف ورؤية التحالف الذي سبق وأن اتهم تقرير لجنة الخبراء الصادرة أواخر أغسطس الماضي بعدم الحياد واحتوائه على العديد من المغالطات في توصيف النزاع. تصر الحكومة الشرعية عبر وزارة حقوق الإنسان على لعب دور المدافع عن جرائم التحالف وخوض معركة الدفاع عنه بدلا من الدفاع عن الضحايا، وتسعى لتوجيه مسار التقارير باتجاه تجريم ميليشيا الحوثي وتبرئة التحالف من ارتكاب الجرائم بحق المدنيين. بحسب الكثير من المراقبين، فقد وثق تقرير لجنة الخبراء العديد من الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين من قبل التحالف والقوات التابعة له وميليشيا الحوثي. يشير تقرير لجنة الخبراء الأخير إلى أن كافة أطراف النزاع في اليمن اقترفوا عددا كبيرا من الانتهاكات للقانون الدولي، مضيفا أن العديد من هذه الانتهاكات يمكن أن تعد جرائم حرب، مشيرا إلى شيوع الحجز التعسفي والتعذيب والاغتصاب. ووفقا للتقرير، فإن غارات التحالف تتسبب في العدد الأكبر من الضحايا المدنيين بشكل مباشر، حيث طالت مناطق سكنية وأسواقا ومنشآت طبية. تمديد الولاية لمهمة فريق الخبراء الذي تمكن من إصدار تقريرين خلال فترة عمله في اليمن يحتل أولوية، وينبئ عن حالة من الجدل والصراع في الأيام القادمة بين المنظمات الحقوقية والإنسانية من جهة، وبين التحالف والحكومة الشرعية من جهة أخرى، وهي معركة بالتأكيد لن يتضرر منها سوى الضحايا الذين يبحثون عن إنصاف ووقف لحالة الانتهاكات التي يتعرضون لها. أبدأ النقاش مع نائب وزير حقوق الإنسان والذي ينضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن، سمير الشيباني. أهلا بك أستاذ سمير. أهلا بك. أهلا، تفضل أستاذ سمير. نبدأ بداية بالأسباب الرئيسية لرفضكم في الحكومة للتمديد لولاية أخرى لفريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة. أولا اسمح لي أقول لك سيدي العزيز أنه تقريركم الذي قرأ الآن في الحقيقة لا يقل عدائية ولا يقل عدم مهنية عن تقرير لجنة الخبراء الذي صدر فيما يتعلق بهذه المسألة، لأنه في الحقيقة نحن موقفنا الإسناد
من أجل حماية مصالح التحالف أو حماية مصالح الحكومة على حساب المواطنين. بالعكس، احنا كانت ملاحظاتنا حول إجراءات تقنية كانت قد خرقت قرار تأسيس لجنة الخبراء، قرار تشكيل لجنة الخبراء نفسه. وفي الحقيقة نحن أيدنا تقرير اللجنة الوطنية المستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي كانت تحتوي على نفس المعلومات التي طرحها قرار اللجنة الدولية، لكن من دون أغراض سياسية مغرضة. اعتراضنا كان حول الدوامع السياسية التي كمنت وراء تقرير لجنة الخبراء، وليس ضد محتوى القرار الذي في الحقيقة نحن أقرينا جزء كبير منه، وردت المعلومات حوله بشكل حيادي ومهني وبشكل عملي، ونناقش مسألة جبر الضرر وتعويض الضحايا مع الإخوة في التحالف بشكل جدي. لكن تقريركم صورنا وكأننا نحاول فقط أن ندافع عن الحكومة والتحالف دون مراعاة مصالح الضحايا، وهذا في الحقيقة غوب وإجحاف كبير. طيب، في حقنا الحكومة. طيب أستاذ سمير، تتحدث عن ملاحظات تقنية فقط على عمل فريق الخبراء، يعني لو بشيء من التفصيل توضح لنا فقط ما هي هذه الملاحظات التقنية؟ هناك أهداف سياسية وراء هذا. على سبيل المثال أقول لك يا أخي، أرادت مثلا لجنة الخبراء أن تدين قوى التحالف، لكنها انتقت من قوى التحالف ثلاث قيادات هي الشرعية والسعودية والإمارات، ولم تشر إلى بقية قيادات التحالف. يعني إذا كانت تريد أن تحمل المسؤولية للكل فعليها أن تحمل الكل، ولهذا اكتشفنا أن هناك أهداف سياسية. رعد بن الحسين تعمد أن يصيغ هذا البيان أو هذا التقرير بعد أن لم يتم التجديد له. كان هناك طبعا حنق كبير من قبله، وهو من دفع بهذه اللجنة لصياغة هذا التقرير عبر الجندوبي الذي هو في الحقيقة خالي تماما من أي مهنية أو حيادية. أما فيما يتعلق بالضحايا فنحن نقر بأن هناك ضحايا أبرياء، الحرب معناها سقوط ضحايا، لا يمكن أن تكون هناك. من تقصد أستاذ سمير بقيادات التحالف غير السلطة الشرعية والسعودية والإمارات؟ يعني الذين كانوا قلت أنه كان يفترض أن يتوجه الاتهامات لكل قيادات التحالف ولا ينحصر الموضوع في الشرعية والسعودية والإمارات. طبعا لو هو حيادي كان تحدث عن قيادة مصر والبحرين والأردن والمغرب وكل القيادات التي هي فعلا في قيادة التحالف، لكن استثناء هذول الناس دليل على أنه استهدف فقط شريحة معينة من قيادة التحالف. وهذا طبعا كشف حقيقة المعارف السياسية الكامنة وراء هذا الأمر. يعني منطقيا لو يريد أن يحمل مسؤولية لكل قيادة التحالف فكل قيادة التحالف اسمية أو فعلية مسؤولة عن هذا الأمر، لكن أن يستثنيها دليل على أن هناك أهداف سياسية مغرضة وراء هذا الأمر. الشيء الآخر، نحن لسنا بصدد الدفاع عن السعودية والإمارات، ولسنا أيضا بصدد إدانة السعودية والإمارات إرضاء لقطر ولتركيا أو لأي موقف آخر. نحن نحاول. طيب، فقط نحن نحاول. ماذا عن مسؤولية الحكومة الشرعية في الانتصار لحق المواطنين المدنيين الضحايا والذين هم الآن عرضة لكل هذه الانتهاكات؟ هذا الأهم. نعم، ربما نعم، تعالوا على أرض الواقع. أنا سنتين في عدن وأتابع هذه المسائل، وحللنا كثير من القضايا الممكن حلها، وهناك مشكلات وتعقيدات سياسية كبيرة نحن نعاني منها في الحكومة ونحاول أن نصلحها، لكن الأمر لا ينبغي أن يكون يعني تجريم للضحية وتبرئة للقاتل. التقرير لجنة الخبراء جعلت من الحوثيين اللي هم سبب الحرب وسبب كل البلاء وكأنهم ضحايا، وجعلتنا نحن وكأننا معتدين، وهذا الأمر طبعا لا يجوز ولا يمكن أن نسكت عليه. والقصة هي ليست قصة محتوى المعلومات التي وردت، لا يستطيع أحد أن ينكر أن هناك انتهاكات حصلت، لكن سبب حدوث هذه الانتهاكات هو الحرب واحد، الحرب اثنين، الحرب ثلاثة، رابعا هناك أيضا أخطاء
لابد من أن يعاتب المسؤول عنها، ونحن نتابع هذا الأمر سواء كان المسؤول عنها في قيادة التحالف أو في القيادات العسكرية التابعة للشرعية، لن نسكت عن هذا الأمر. ولهذا نحن نعتقد أنه بالنظر فقط لتقرير اللجنة الوطنية المستقلة ستلاحظ أن نفس البيانات أو المعلومات التي وردت حول الانتهاكات وردت عند الأخوة في تقرير الأخوة في اللجنة الوطنية المستقلة. لم نعترض على هذا الأمر لأننا لم نشتم منه رائحة أداء سياسي. طيب تبقى معنا أستاذ سمير، نشرك معنا أيضا في النقاش من جنيف مدير منظمة سام للحقوق والحرية توفيق الحميدي. أهلا بك أستاذ توفيق، بداية تعليقك وقراءتك لقرار الحكومة بعدم التمديد للجنة الخبراء، هل من تأثيرات على هذا القرار من الحكومة؟ أنا أعتقد بأن قرار الحكومة اليمنية اليوم لم يكن مفاجئا، قرار الحكومة اليمنية جاء منسجما مع موقفها المتناغم مع دول التحالف العربي، وكان هنالك حملة منظمة أعتقد إعلامية شنت على لجنة الخبراء بما فيها رئيس هذه اللجنة. لكن ما يمكن التأكيد عليها اليوم بأن عودة الملف اليوم الحقوقي إلى الدائرة السياسية للأسف الشديد سيكون هو بالدرجة الأولى على حساب الضحايا. اليوم المجتمع الدولي بشكل كامل لا يمكن أن يثق بلجنة التقدير المستقلة، وإن كان لا غبار على عملها، لأن المجتمع الدولي يرى بأن هذه اللجنة هي جزء من الحكومة التابعة للحكومة الشرعية، وبالتالي هي في مواجهة جماعة أخرى وهي جماعة الحوثي. وبالتالي نعتقد بأن لجنة الخبراء هي كانت هي الأقرب بحكم أنها لجنة نستطيع أن نقول بأنها محايدة أو أتت من أعلى سلطة لمراقبة وضع حقوق الإنسان. بغض النظر عن التوصيفات السياسية الواردة في هذا التقرير، هذه اللجنة من اختصاصها بالدرجة الأولى هي توصيف حالة حقوق الإنسان في اليمن وتقصي كل التوصيفات السياسية لا قيمة لها في هذا التقرير. المعلومات الواردة في تقرير لجنة الخبراء جميعها صحيحة. على هامش انعقاد مجلس حقوق الإنسان تحدث الجندوبي في أحد الندوات والتقى بجميع الناشطين اليمنيين، ووضح بكل وضوح بأن اللجنة حددت 9 مستويات للانتهاكات، وبأنها لم تستطع أن تشمل كافة الانتهاكات الأخرى، وبأن اللجنة في توصيتها طلبت بالتمديد لمزيد من التعمق ومزيد من التحقيق في كل هذه الانتهاكات ليصل الجميع الى بمعنى ليتم اشاره او اصابع الاتهام من كل المنتهكين لحقوق الانسان في اليمن. اليوم نستطيع ان نقول كالتالي، ما ورد من معلومات في هذا التحقيق في تقرير لجنه الخبراء جميعها سليمه، هنالك قصور نعم مثل الالغام، تفجير المنازل، كثير من الانتهاكات لم يتطرق خاصة في جماعة الحوثي، وهذا أمر مسلم به ومقر به من قبل لجنة الخبراء نفسها. الأمر الثاني بأن هذه اللجنة حددت لأول مرة الأطراف الأربعة لانتهاكات حقوق الإنسان، ولا يمكن لأي طرف من الأطراف أن يقول بأن هذه الانتهاكات لم ترتكب من قبله. الأمر الثالث بالرابع بأن هذه اللجنة لأول مرة تحدد المسؤولية الجنائية بقائمة سرية مباشرة، وأعتقد بأن هنا هو بيت القصيد ربما هذه القائمة. لكن لا يمكن اليوم أن نقول أن جماعة الحوثي إذن لم تدخل ضمن الاتهامات الموجهة من قبل هذه اللجنة. نعم لم تشملها كافة الانتهاكات، لكنها أيضا ضمن هذا السياق. وبالتالي أعتقد اليوم بأن الموقف الحكومي من هذا من عدم السماح للجنة أو عدم التمديد لها سيدخل البلد في فراغ حقوقي جدي، لأنه أعتقد اليوم لا يمكن أيضا الأطراف الأخرى أن تقبل باللجنة الوطنية لإدعاء حقوق الإنسان بغض النظر عن مهنيتها وأشخاصها وعملها، لأننا اليوم أمام استحقاقات دولية. اليوم الملف اليمني لم يصبح ملفا محليا لنفرض رؤانا على الطرف الآخر أو على المجتمع الدولي، وبالتالي طيب أستاذ توفيق، قلت أن هذه يعني بالتصعيد الأخير من قبل الحكومة اليوم يعود توظيف الملف السياسي الملف الإنساني سياسيا، هو موجود يعني أنت سمعت لحديث نائب وزير حقوق الإنسان يقول هم مشكلتهم ربما ليست مع المعلومات التي جاءت في التقرير، ربما بعض هذه المعلومات جاءت أيضا في تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان اللجنة الوطنية، المشكلة أنه التوظيف السياسي من قبل لجنة الخبراء لمهامهم وتوجيه اتهامات لطرف دون غيره.
فأنا أعتقد بالنهاية أيضا يظل هذا كلام عام بالدرجة الأولى وبالنهاية، لكن أنا أعتقد أن المقصد الأساسي اليوم من كل هذا العراك الدائر في جنيف هي القائمة السرية. أول تقرير دولي يضع قائمة سرية بأشخاص لا يعلم أحد من هم، وبالتالي المخاوف يأتي اليوم أن الملف اليمني يذهب بجدية نحو مساءلة حقيقية لا يعلم أحد بأشخاصها. طيب يعني حقوقيا يعني وما يدور في الكواليس، أن تكون هناك قائمة سرية ولا يتم الإعلان عنها، ما الهدف؟ هل ابتزاز، تهديد، أم هي آليات ربما متبعة؟ هذه آلية، هذه داخلة ضمن الآليات المتبعة لدى الأمم المتحدة في مثل هذه القضايا. طيب أعود لنائب الوزير أستاذ سمير، يقول توفيق الحميدي من جنيف أنه ربما بهذا الموقف من قبل الحكومة ربما تدخل اليمن في حالة فراغ فيما يخص الدعم الملف الإنساني والانتصار لقضايا المدنيين. هل أنتم في الحكومة عندما اتخذتم هذا الموقف مدركين لذلك؟ وإلى أي مرحلة يمكن أن تصل حالة التصادم مع المنظمات الدولية فيما يخص هذا الملف؟ أم هو ربما موقف قد يمر وتحصل تسوية مع الأمم المتحدة؟ لا أولا لم يحدث أي تصادم، لأن قرار الدولة، قرار الحكومة لو لم يكن مقبول في مجلس حقوق الإنسان لن يتخذ القرار. إذا إن اتخذ القرار بعدم التمديد هذا يعني بأن أغلبية أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وافقوا على رؤية الحكومة، وبالتالي لا وجود لأي صراع أو خلاف أو تناقض في الموضوع. وهذا أيضا لا يعني على الإطلاق إغلاق الملف الحقوقي، لأن الملف الحقوقي سيظل طالما هناك منظمات حقوقية غير حكومية جادة ومحترمة وخارج إطار أي أجندات سياسية أو أبعاد سياسية تشتغل من أجل فعلا جبر ضرر الضحايا سواء في القضية اليمنية أو في أي قضايا أخرى. طبعا ليس من المنطقي أن أرد دائما على من يحدثني بأن كلامه عام، لأن هذه التهمة أنا أستطيع أن أردها على الأخطوبي وهو أكثر عمومية في كلامه، بل أن في كلامه أهداف سياسية أخرى مطروحة، لأن في الحقيقة لا يراعي الأخ توفيق مصلحة اليمن أولا ومصلحة الضحايا أولا. التدويل الموضوع الإنساني سيعني التمطيط، لأن على الأخ توفيق أن يرد علي ما هي القضية الإنسانية التي تم حلها من قبل اللجان الدولية. الآليات الوطنية كانت أكثر فاعلية في كثير من المسائل، أما الآليات الدولية فلها طبعا أغراضها السياسية واحد، لها أغراضها الابتزازية المالية اثنين، وتعطل الحلول الناجعة. نحن مع حلول ناجعة وجبر ضرر حقيقي للضحايا. صحيح، أنت معالي نائب الوزير كررت هذه النقطة مرتين. طيب حتى نتحدث في الانتصار لحقوق اليمنيين اليوم ضحايا هذه الانتهاكات، بعد 4 سنوات من الحرب هناك حوادث ربما سجلت ضد التحالف باستهداف مدنيين، ما الذي حدث لتعويض هؤلاء؟ ما الذي قمتم به في الحكومة للانتصار لهؤلاء بعد 4 سنوات؟ ممتاز، سؤال جميل أخي سامي، أليس كذلك؟ أسمعك. إذا كنت عرفتك من صوتك أسمعك. نعم، أقول لك فعلا نحن تابعنا هذا الموضوع، لكن كمان لازم تفهم، وأعتقد لو سأل توفيق بيقول لك أنه مسائل جبر الضرر ومسائل التعويضات عادة لا تتم حسمها إلا بعد انتهاء المعارك، لأن الأمر الملف مفتوح والاحتمالات لا زالت قائمة على توسع حالة الانتهاك بسبب استمرار حالة الحرب. إذا مسألة التعويضات نناقشها مع الأخوة في التحالف، وناقشناها بجدية كبيرة معهم، ووافقوا بعض جهات التحالف، كل قيادة التحالف آسف وافقت على منح تعويضات. نحن نؤخر الآن منح التعويضات لأننا لا نريد أن تكون تعويضات مبتسرة غير خاضعة للقانون وغير مكافئة أو متساوية مع حجم الضرر. نشتغل في الحقيقة باتجاهات مختلفة، لن نترك حق أبناءنا، لن نترك حق هذا الشعب، وطبعا هي مسؤولية تاريخية على عاتقنا، ونحن لا نهدف لا لإرضاء التحالف ولا لإرضاء قوى أخرى معادية للتحالف من خلال إطلاق عبارات فضفاضة ليست لها معنى. نشتغل على الأرض، وعوضنا وسنعوض إن شاء الله بعد نهاية المعركة كل من
لحق به ضررا من جراء هذا الحرب، ولكننا سياسيا نحمل المسؤولية لمن أثار الحرب ولمن استدعى الحرب ولمن كان سببا في حصول كل هذه المآزي الكبيرة في البلاد. طيب نائب معالي الوزير، تنزعجون في الحكومة من عندما يقال أن الحكومة اليوم تدافع عن التحالف أو تتماهى مع مطالبات التحالف؟ هنا سؤال يطرح، ما هي المساحة المتروكة لكم اليوم في الحكومة للتحرك للانتصار للمدنيين اليمنيين ضحايا هذه الانتهاكات؟ نحن لسنا بحاجة لأن تترك لنا مساحة، علينا أن نخلق هذه المساحة، نحن نخترق الطريق من أجل خلق حالة مثل هذه المساحات، من أجل أن نرد كل الحقوق لأصحابها. لا نشحت من أحد أن يعطينا مساحة. أنت تعرف في الحياة السياسية العلاقات معقدة جدا، المصالح مختلفة جدا، هناك تباينات كبيرة في وجهات النظر، لكننا كحكومة وطنية علينا أن نخرم الجدار حتى نجد طريق لتحقيق العدل المنشود لأبنائنا ولأبناء اليمن عموما. طيب سؤال أخير نائب الوزير، تطالبون بالدعم الفني والتقني للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكة حقوق الإنسان، الكثير وربما منهم الأخ توفيق الحميدي قبل قليل من فيينا أشار إلى أنه ربما هناك صعوبة في الاستجابة لهذا المطلب، لأنه يعتبرون أن هذه اللجنة هي تابعة وقريبة من الحكومة الشرعية، وبالتالي لن يترك لها المجال ولن يتم دعمها أيضا. صحيح كلام الأخ توفيق، مش صحيح جملة وتفصيلة، لأنه مجالس الأمم المتحدة السابقة أشادت بكل التقارير الخمسة التي قدمتها اللجنة الوطنية، أشادت بها واعتبرتها تقارير حيادية وملزمة، حتى أن تشكيل لجنة الخبراء كانت تحت هذا الشعار، ولاية لجنة الخبراء كانت من أجل منح مزيد من الدعم اللوجستي والمعرفي والقانوني للجنة الوطنية لصياغة تقرير شامل. لم تكن الأغراض الكامنة وراء أول منصوص عليها حتى في قرار تشكيل لجنة الخبراء يعني أنها لجنة بديلة أو موازية للجنة الوطنية، وهذا دليل على أن هناك اعتراف دولي بحيادية قدر المستطاع، حيادية بالحد الممكن للجنة الوطنية، لكن لا يمكن أن نقول أن هناك حيادية 100%. أنا بالتأكيد أقول لك هذه اللجنة الوطنية لجنة مشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، نحاول أن نجعلها مستقلة بأكبر قدر ممكن، وبالإمكان العودة للسيفيز سيرة أو يعني سيرة أعضاء اللجنة، وبالتالي بتعرفوا أن هذه اللجنة حاولنا أن ندعم استقلاليتها بأكبر قدر ممكن. طيب إذا كان لديك وقت ويمكن أن تبقى معنا للخمس دقائق القادمة، سنشرك معنا من عدن من العاصمة المؤقتة الصحفي والناشط فهمي السقاف، إذا كانت هناك نقطة تريد أن ترد عليها مع النائب الوزير. أستاذ فهمي السقاف، قرار الحكومة والمطالب بعدم التمديد للجنة الخبراء التابع لأنهم يرون أن في هذه اللجنة هي تقوم بالدفاع والانحياز لميليشيا الحوثي وأنها ربما عقدت الوضع أكثر، كيف تنظر لقرار الحكومة ومطالباتها، وأيضا إلى أي حد هذه اللجنة عقدت الوضع أكثر ربما؟ في تقديري أن لجنة الخبراء لم تعقد الوضع أكثر ولا أي من هذا الكلام. لجنة الخبراء هي كشفت المستور، كشفت الجرائم التي يراد إحصائها أو سترها للأسف الشديد. الحديث عن اللجنة الوطنية وأنها لجنة مستقلة في تقديري أنه بجافي الحقيقة تماما. هذه اللجنة الوطنية لم تكن مستقلة في يوم من الأيام، صح نعم شكلت بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية، لكن من يدفع ميزانية اللجنة الوطنية؟ من يدفع رواتب اللجنة الوطنية؟ من يدفع رواتب موظفيها؟ أليس التحالف؟ طيب ومع ذلك يقول سمير الشيباني من لندن أن الأمم المتحدة والمنظمات المعنية تشيد بتقارير هذه اللجنة الوطنية، لا يوجد أي اعتراض عليها. نائب وزير حقوق الإنسان من لندن يقول أن هذه اللجنة ربما قد تكون مشكلة بقرار من رئيس الجمهورية أو تابعة للحكومة، لكن هناك إشادة بها وبتقاريرها من قبل المنظمات الدولية والمعنية بالملف الإنساني. يا أستاذ، من يطلع على تقارير اللجنة الوطنية، التقرير الأول والثاني وإلى آخره، وهي في أولا من ناحية الأسلوب وصياغة التقرير نفسه صياغة مكيفة وإلى آخره، دعك من هذا الجرائم التي وثقت لها اللجنة، يعني كانت جرائم
انتفاعية حاولت قدر الإمكان أن تسيطر على جرائم التحالف إلى آخره. لماذا ضجت هذه اللجنة الآن بعد تقرير لجنة الخبراء؟ ما وردته لجنة الخبراء هذه في تقريرها يعني عجز التحالف عن أنه فيه حتى الآن أصبحت مشكلة النفي مسألة صعبة أمام التحالف لأنه جرائم موثقة وأصبح الإنكار صعب. طيب هي كشفت المستور كما تقول كشفت المستور كما تقول فيما يخص التحالف والحكومة الشرعية، ماذا عن عدم تركيزها على جرائم أيضا ميليشيا الحوثي في الطرف الآخر؟ تقول أنها ربما كل هذا رد الفعل على لجنة الخبراء لأنها كشفت المستور فيما يخص تعاطي التحالف مع الملف الإنساني والانتهاكات التي قام بها بحق اليمنيين، لكن التحالف والشرعية يتهمون هذه اللجنة أيضا بأنها تنحاز الميليشيا الحوثي ولم تذكر ولم تتعاطى مع الجرائم التي يقوم بها طرف ميليشيا الحوثي. أوكي، شوف اللجنة طبعا في تقريرها هذا قدمت نماذج من الجرائم ولم توثق لكل الجرائم التي حدثت من كل أطراف الصراع، هذا ينبغي أن نفهمه وندركه. وبالتالي أولت جرائم وانتهاكات ارتكبت من قبل أطراف الصراع كافة جميعهم، وبالتالي القول انها يعني من المعين اولا ان نقول ان اللجنه هذه تتبع الحوثيين او انها تعاطفت مع الحوثيين او انها تعاطفت او انها جامله في الحوثيين او الكلام هذا يعني يجيبه من السقف ويجيبه من الغلطه الكبير. طيب هل تعتقد ان مجلس حقوق الانسان سيستجيب لطلب الحكومه فيما يخص عدم التمديد؟ نعم، هل تعتقد أن مجلس حقوق الإنسان سيستجيب لطلب الحكومة بعدم التمديد لجنة الخبراء؟ لا أظن لاحظ أنه في مجلس حقوق الإنسان طالبت معظم أو غالبية الدول والدول المحترمة اللي فعلا طبعا مسألة حقوق الإنسان ذات اعتبار خاص بالنسبة لها وأولوية أولى، فبالتالي هذه الدول طالبت بتمديد ولاية اللجنة وبعض الدول أيضا طالبت بتمديد ولاية اللجنة وتشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة، فبالتالي اعتقد انه تمديد ولايه اللجنه هو الان المتاح وينبغي ان تستمر ولايه اللجنه هذه ويمدد لها. لماذا الخوف من لجنه الخبراء؟ لماذا الخوف؟ اذا كان اللجنه الوطنيه هذه تقوم بعملها بشكل شفاف وترصد كل الانتهاكات من كل اطراف الصراع، فبالتالي ما الذي يظهرها ان تقول لديها لجنه الخبراء يعني في ذلك الساعده؟ ما الضير في ذلك؟ تمام. لكن لانه هناك شيئا ما يراد اخفاءه او يراد ستره، وبالتالي ينبغي ان يبدل هذه طيب. اللجنه. طيب اختم بهذا السؤال وانقله لنائب وزير حقوق الانسان استاذ ثامر السقاف، اشكرك جزيلا كنت معنا من عدن. واختم انقل هذا السؤال استاذ سمير، اذا نختم معك بالسؤال الذي طرحه فهمي السقاف من عدن، لماذا الخوف من التمديد لهذه اللجنه في ظل وجود اللجنه الوطنيه للتحقيق في حقوق الانسان اذا كان لك من رد؟ لا وجود لخوف، في الحقيقه هو اعتراض بسبب عدم مهنيه اللجنه، هو مش خوف المساله، بدليل انه نحن تركناهم يشتغلوا واشتغلوا وقدموا عمل سيء. في الاخير نحن مع لا تجدد ولاية هذه اللجنة لأنها لجنة في الحقيقة مخترقة ولجنة غير محايدة سياسيا. إذا رأى مجلس حقوق الإنسان أن حقوقنا صحيحة فسيساند هذا القرار، وإذا لم يري ستفرض علينا حالة تمديد. سنظل نكافح هذه الحالة لأننا لازلنا نؤكد أن هذه اللجنة بتكوينها القائم لجنة غير حيادية، وبدليل أن كل حتى من عارض كلامي من الإخوة الذي تحدثوا في البرنامج لم ينكروا أنهم لم يشيروا إلى جرائم الحوثي وركزوا على ذكر أخطاء التحالف أو الجرائم التي تمت أو الانتهاكات التي تمت بفعل من قوى سواء قوى التحالف أو قوى متحالفة مع قوى التحالف، أقصد بهذا القيادة الشرعية أو قوات المقاومة. طبعا نحن لسنا خائفون وحققنا قوية وتركناها وطرحناها في المجلس. الأخ وزير الخارجية بذل جهد من وقت مبكر في متابعة السفارات الأجنبية، الأخوة في المجموعة العربية كلها اشتغلت معنا بشكل إيجابي، ونتمنى أن يكلل مجهودنا بالنجاح حتى نصون على الأقل الكيان السياسي من أجل أن نتمكن
من تحقيق الأهداف الإنسانية الناجزة في وقتها، وربما الأهم قبل ذلك الانتصار لحقوق المدنيين الضحايا. أشكرك نائب وزير حقوق الإنسان من لندن سمير الشيباني، وأختم مع ضيفي من فيينا توفيق الحميدي. توقعاتك للتعاطي المجلس حقوق الإنسان مع دعوة ورغبة الحكومة في عدم التمديد لولاية أخرى للجنة الخبراء؟ لا، أنا أعتقد أنه من خلال المشاورات في جنيف أن هنالك شبه استسلام أو قناعة بتمديد هذه اللجنة. أنا أعتقد اليوم حتى بيان الحكومة هو أحد أوراق الضغط. اليوم الحكومة والتحالف والمجموعة العربية هي تناور في مضمون عمل اللجنة محاولة لإعادة صياغة مضمون عمل هذه اللجنة، حدودها، حقيتها، ولائيتها إلى غير ذلك. لكن أعتقد أن تمديد عمل اللجنة للفترة القادمة أعتقد ربما يكون أمر محسوم ما لم تحدث مفاجآت في الساعة القادمة، لكن هذا الذي أراه. وبالتالي المجتمع الدولي يرى، حتى كثير من النشطاء يرون أنه منحها فرصة أخرى لتحقيق بصورة أكبر وأشمل للجرائم التي لم تشملها. وكان واضح اللجنة أنها باعترافها أن هنالك جرائم لم تستطع التعمق التحقيق فيها كاملة، بحيث يصبح أمام مجلس حقوق الإنسان في العام القادم ملف متكامل لكافة الانتهاكات، وربما يصبح هنالك المزيد من المنتهكين ضمن القائمة السرية لمجلس للجنة الخبراء وأمام مجلس حقوق الإنسان في السنة القادمة. أشكرك جزيلا توفيق الحميدي، كنت معنا من فيينا، وأيضا الشكر موصول لكل ضيوفنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج، في أمان الله.